اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات أكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغاربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبخيان
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.